أخد أم فارس. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذة رامي؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك الشيخ رمضان؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك الشيخ رمضان. انا عندي سؤالين اتنين بس. اتفضلي. اول سؤال، انا بحب اصلي وبحب اقرا الاذكار الصباح والمساء وبستغفر ربنا على اي حاجة يعني وحشة اشوفها وافضل استغفر ربنا، بس انا مشكلتي ان انا كل ما اجي اصلي لازم حاجة تبعدني عن الصلاة شوية، معرفش ليه، وارجع اصلي تاني يعني حاجة ايه ترجع حاجة تبعدني تبعدك؟ تاني. يعني ايه؟ يعني ممكن اكون بصلي وكده يعني مثلا حاجة تكسلني ان انا اقوم اصلي، مش حاجة تعطلك وانت بتصلي. لا لا لا، يعني مفيش عطلة، يعني انا ممكن اكون خلاص انا قاعدة عشان اصلي الفجر، يقدم الفجر عليا ليه يعني وراحت في النوم، ماشي. ما رغم ان شهر طول شهر رمضان دوت انا كنت بستنى الفجر، ما كنتش بنام غير لما اصليه، تمام. وبيجي عليا اوقات بصلي ولازم اصلي ركعتين في قيام الليل قبل برضو قبل ما انام، بس انا ما اعرفش ليه في وقت بيجي عليا كده ليه ابعد عن الصلاه وارجع تاني. ده سؤال. والسؤال تاني، انا والدي توفى الله يرحمه يعني يرحم. شهر 8 يكمل سنه، هل لما انا اروح ازوره في القبر واتكلم معاه ويتكلم معايا هل هو فعلا حاسس بيا وسامعني؟ وهل لما بقول له مثلا يعني يا بابا ادعي لي هل فعلا هو كده بيدعي لي زي ما كان مثلا عايش كده هو كان بيدعي لي؟ حاضر. عشان حاسه ان هو بعد ما توفى حاسه ان حاجات كتير متغيره في حياتي، تعبانه نفسيا، مش مرتاحه، بالذات انا كنت متعلقه بيه جامد، من اصغر واحده في اخواتي كنت متعلقه بيه، اخر فتره كنت قاعده معاه ما سبتهوش لما كان عنده كانسر في البطن وما سبتهوش، الله يرحمه. ومات توفى قدام عيني، اخر لحظه توفى فيها انا شفته، ودايما لما بحلم بيه بحلم ان هو زعلان يا تعبان، مع ان هو يا شيخ ولا عليه دين ولا عليه اي حاجه، ملوش ديون خالص، وكان بتاع ربنا وكان بيطلع صدقات، وانا حاليا بطلع له، انا بطلع له صدقات وبطلع له زكاة ليه هو ووالدتي الله يرحمها. الله يرحمه. انا عايز اعرف ليه لما بيجي لي بحس ان هو تعبان او في حاجه مزعلاه. طيب، حاضر حاضر. تبين يا ام فارس، البعد عن الصلاه، هل فكره ان البني ادم يكون قاعد مستعد ومنتظر صلاه الفجر غصب عنه عن يتروح في النوم، ده بيبقى غضب من ربنا سبحانه وتعالى عليه، ولا ده ممكن يكون اي حد فينا احنا بنتعب طول اليوم أولا غصب هو عننا؟ الموضوع ممكن يبقى تعب، ممكن يبقى إرهاق، ممكن يبقى مجهود. لا حرج، أول ما أقوم من النوم أتوضأ وأصلي، ما فيش مشكلة، وأبقى مركز أوي في الموضوع. مش لأنه الأمر يا فندم، العبادة مش سهلة ولا الصلاة سهلة، طبعا لأن ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون هنا يعني يتيقنون. فالإنسان الخاشع اللي عنده يقين أنه هيقف بين إيدي ربنا، وأول ما يتحاسب عنه من حق ربنا الصلاة، فإن كملت كمل سائر العمل، وإن صلحت صلح سائر العمل. وأول ما يحاسب عنه من حقوق العباد الدماء، فاللي عنده يقين بده هتبقى الصلاة عليه سهلة. فهماني حضرتك؟ ليه بتتقل علينا؟ ما أنا محتاج برضو المجهود. اشمعنى الصلاة اللي مش محتاجة مجهود؟ ده أقل لقمة بنعملها في المطبخ محتاجة مجهود. صحيح. ده أقل حاجة في الدنيا بنعملها محتاجة مجهود. ليه بنيجي لحد الصلاة ونقلل مجهودنا؟ ده أنا لو هرتب أوضتي ولا مكتبي محتاج مجهود. والله رب العالمين قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. للتقصير في حق ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. ليه التقصير في حق ربنا سهل؟ لا طبعا، ده رقم واحد في حياة ربنا. فينبغي ان هي يبقى عندها مجهود وعندها استعداد وتقاوم نفسها، تيجي تنعس لا تصحصح لحد ما تصلي وتذكر ربنا وبعدين تنام. طب فإن غلبتها عيناها لا حرج عليها، اول ما تقوم من النوم تصلي وانتهى الموضوع. تمام. نعم. طيب، هل لما بنتكلم مع اي حد متوفي لينا بيبقى سامعنا ولا مش سامعنا، حاسس بينا يعني ايه ولا بتكلم؟ هتصل بيه بالموبايل، ممكن او ابعت له هرن عليه مسج؟ بزرو 10 ولا 012 ولا مفيش حاجه اسمها كده يا فندم. ممكن ادي له رنه يتصل بيه، اصلا انا معيش رصيد. بيبقوا حاسين بينا طب ولا مش حاسين؟ ايوه، حاسين بالعمل الصالح. مفيش حاجه اسمها انا زعلان شويه فابويا حاسس بيا، مفيش الكلام ده اصلا. امور الدنيا ما تخصهمش، ولا ينفع اصلا اروح اقول له ادعي لي يا ابويا،
مفيش الكلام ده اصلا. هو عند الله عز وجل في حياه تانية في البرزخ، لا يملك من امره شيء، ما يعرفوش عننا حاجه. يعرفوا عننا فقط العمل الصالح اللي بحوله له، هو محتاج التحويل. يعني يعرفوا عننا العمل اللي انا بعمله له هو بس، مش انا عامله ايه، مش انا حالي في الدنيا ايه. لا والله يعني هبقى زعلان شويه، ابويا يجي متصل بيا، مش الكلام ده اصلا يا جماعه. يا جماعه لا خلاص، ابويا راح الى البرزخ عند ربنا، خلاص عند الله امسكه. مش حاجه اسمها بينزل وروحه بتهفف حواليا ويوم الخميس، مفيش الكلام ده اصلا. طب امال خلي بالك من الايه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. مش حاجه اسمها اصلا وروح ابويا بتنزل وتناسخ الارواح، مفيش. طب امال ايه انه هو يتحاسب على انه احنا مثلا في الدنيا بنعمل عمل مش كويس؟ لو هو اللي معلمك الحاجه مش كويسه، يعني لو اب جايب ابنه ومعلمه شرب المخدرات، كل ما الابن طبعا هو ده ليه، لان هو اللي علمه المعصيه. طب ما هو دي فيه زي ما فيه يا فندم حسنات جاريه فيه سيئات جاريه. واصحى لنفسك يا باشا، زي ما فيه حسنات. شوف انت بتزرع ايه في الدنيا. ايوه كده، فانك حاصد لما انت زارع، اللي انت هتعمله هتلاقيه. طب ثواني بقى، بما اننا دخلنا في الحته دي، فكره ان انا رايح لهم وان هم رايح لهم نزورهم وهم منتظرين زيارتنا ليهم، ده هم بيبقوا حاسين ان احنا رايحين نزور عليه الصلاه والسلام. انا رحت زرته عمال عيط وصوت وزعلان، تمام، وجيت ماشي. طيب انا ما رحتلوش، وقعد في البيت مستقبل القبله وذكرت ربي وجعلت ادعو له دعاء خالصا جميلا. أنهي اللي ينفعه؟ قولي لي انت. طبعا يا فضلة الشيخ الامياء ينفعه اكتر ايه؟ دعائي، دعائي في مكانه. انما انا رحت هناك عملت ايه؟ ما عملتلوش حاجه. طب لو رحت ودعيت له يحس بيا؟ طب ولو رحت وعيطت؟ ما يخصوش، ما يحسش. عيط ان شاء الله حتى تعيط لبكره. مش عايزه اصلا، هو مش عايز العياط ده. هو ممكن يبقى مستغرب انتوا بتعيطوا ليه؟ ده الحقيقه الكبرى والكل هيموت. زعلانين عشان الفراق. ما بقولكش ان عياطك معصيه، احسن حد يتخيل ان العياط ذنب. لا لا لا، هو العياط بشكل معين هو اللي بيبقى لو في اعتراض بقى ولطم، لو تقطيع هدوم، لو قول غلط، لكن كبكاء عين وحزن قلب ووجع نفس لا حرج، لانه سيدنا النبي بكى لما مات ولده ابراهيم. انما انا عايز اوصل معلومه ايه، انه الميت بعد ما مات لا يعلم الغيب، والميت بعد ما مات ما يخصوش احوالنا من الفرح والسعاده والزعل. الميت بعد ما مات لو انا رحت له القبر وسلمت عليه ودعوت له هو فرحان وحاسس بيا، انما ما ينفعش اقعد اكلمه لا خالص، ولا اروح اقول له يا ادعي لي، لا ما ينفعش الكلام ده، ولا رايح اشكي له. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده اصلا خالص. طب انا لو رحت زرته هو بيحس بيا؟ لانه ربنا جعل نوع اتصال بين المكان الذي دفن فيه ابي وبين روحه في البرزخ. طيب يحس بيا لو انا في اي مكان دعوت الله له؟ يعني انا في اي مكان، انا ماشي فجيت مفتكر ابي وامي، جيت دعي لهم وصلت لهم، مش شرط ان انا اروح لهم المقبره. اصل زياره المقابر بيحس بها الميت، لكن اصلها لمين؟ ليا وليك يا فندم، عشان نشوف النهايه. ايوه طبعا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الحديث الثاني، فإنها تزهد الدنيا وتذكر الآخرة. لما أروح وأشوف النهاية تهون علي حاجات كتير، حاجات تفهم زعلان يكبر دماغي، في خلاف بيني وبين أخويا كبر دماغي ليه، ما أنا شايف النهاية هي ممكن في أي وقت. فالموضوع المتصلة الكريمة، لا يا فندم مفيش حاجه اسمها تروحي وتقعدي تعيطي وتقعدي تشتكي له، هو ما يخصوش ده خالص يا فندم. هو منتظر مننا الدعاء والصدقه. بالظبط، والحال النفسي اللي انت فيه ده من حزنك على فراق والدك، لا اصبري وارضي واطلبي من ربنا ان يملا قلبك صبرا ويملا قلبك رضا، هذا هو الاولى وهذا هو الذي يحتاجه والدك. قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلاث حاجات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله،
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله.